مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية وبغرض تفقد وتدشين بعض المشاريع المنجزة في إطار مخطط تطوير مختلف القوات، قام اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. حيث دشن الفريق سكنة جديدة متخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الاقليم كما اشرف على تدشين مشروع توسعه مدرسه أشبالي الامه بوهران وبالمدرسه العليا للاداره العسكريه تابع الفريق عرضا قدمه قائد المدرسه حول مهامها الاساسيه ودورها في تكوين نخبه من ضباط الاداره والاسناد.